السلام عليكم ورحمه الله وبركاته للناجي انت اكدت ما تلوي ريبا رونيا لوي ريبا رونيا لوي ريبا ما تلوي ريبا ومالتي ورئيسي ايه عن هدوه ايه عن استيج ما دوي تنيا دولة دي ورئي عدد ما انت ميت بالله هاي وحال ما هد بالله وعال كوبي كريم وقيمة بلان عنو شيئيا ومما قيام ملحويها قراكا مدير احمد محمد محمود سيلايو ومنا ابو قيمة بلانا وشخصية قارية وقرقوا كاملي وحرشينا يا مقدر روح بها بين ندى عافمات قبر مرني ولا قرائي وهذا ما يشعر وعنقصوا كبها قروكا ضيا بربرا وبربر روح النغوتي وعي تاقيرتي وعي راعد حسب الوطني وعي راعد وعي تاقيرتي وعي نخوش الرأولي الدور الشلع وعي نكبق على وين الله تبي على الدوار كدة قاومينا ودين تنمو قرا بني آدم نمو نمو قرا شريتانا مرها قبيالتو عرام النبي محمد مرخو قبيالتا كاد لا يوهو لي دعوها فإنها مطمنا إسكاقتا قوي أوهي سابوه لي عرام تنوح إلى آلان قبيالتا وحل إلى العشر الذي يتكي إليها كل ضعيف قفك استوى هدفك ولي هاي يا رنت ولي حقيقة هذا قاري كري وايا أيا قبي على دادك سنة وأوش وكنت كوبا قص قليتا قبي على دينا وكنت كوبي ماينو واحد كنت كوبي لا أحزان تجربتا صدها أريد وطني لأكل مياني كيرا سياسة ديسو لك العسي كيرا سياسة ديسو لك العسي وطني بين لك العسي وطلبين لكم عشيو وطلبين لهاي وحي مرينا هاي سيدين ولا لدين هي الباري ولين اي الله ترتبين وحي الله ترتبين كل مية كل مية كم مدبارها لكن ما انت كمين مديه وحي كم مدها الوضني وحي كم مدها الوضني وحي كم مدي شرية اري ما مدي شرية اري اري ما سي تاريخ صدمون هاي تاريخ صدمون هاي غير بربرو يا طيبة أيها كوكو يا إيه إذا يا أبو شيء يا وحوي نمن يروت الله إذا يروت يا نقبينا يروت اللي واحد نقب غير بني إسرائيل نقبينا أجري نقب كنا أجري وحوي قف كمر كوي يا دين كوا كبها إيه وكت يا وحي ولا أجري وحوم ماها وحوم ما هاي بيرو أجري طبعا نبقى كايو ولا أيها واحد عي واحد دين تكسو قايو كسو إسلامي سحابي من في وهو إلى يهودا إيه لو تري ربك إسلام تقول له تري عبد الله بن سلام عبد الله مركو كسو إسلامي هو قصر إسلام لما دي سيو النبي محمد هو كجري إنا إسلامي لما كلا شيء لكن بلورت واحد واحد ويديسا مين واحد ويديسا واحد ويديسا نمك يهودي تعالى ذو شيئين واحد ويديسا عبد الله بن السلام سيديمو دحدين لكي يكون دهو مركز اهو شيئين لكننا الاسلامي مركز سيدي عبد الله بن السلام سيدو دحدي لك مركز سيدنا هذه وسيدنا ومن سيدنا بين هذا ومن سيدا ومنحة ومن من منحة ما نري انت مركو يري ايو لها طول اسلام كور النبي محمد مركز سيدنا هذه واحد عطا حقا كسو بحلا مركز اسلام واحد عطا حقا كسو بحلا هل كانوا كسو بحلا يا عبد الله هو شهده وحده اشهد ان لا اله الا الله وأن محمد رسول الله مش عساتنا واحد مركي بين هذه وشرنا وابن شرنا بين هذا وكين لو قشر كبدنا كين لو قشر كبدنا لو بابك واسم الله قول عطوان مش عورا واحد هذا هو سيدنا وابن سيدنا مركي دمنا واحد هذا وشرنا وابن شرنا بين هذا ما انت ورمينه
onol mayno waxaanu leenahay muuqaalkaanu leenahay waxa dadka iyagu naga aaminsan yahay waxaanu ka nahay gobolka saaxe waxaan cidin ugula tartami karin isbeddelkaanu kulmiyo ka bedelano waddaniga ku bedelanaa intaa midna bedeli maayo iyaguna samayn maayaan inaanu shalay toole inaan shalay toole markaanu wada kulmiyo oo lalaynaynaa yidhaahdaa sheekh salama waa liba hadoolka jiro waa kambaynar sheekh salama hadduu ka tagaa bisan boqol maayo sidii aan libaaha u ahaa ayuunbaa libaahu ahaanaya waxaa kala ku darayaa in maleerradayda kulmiyo ka tartamayaa wiiryaha waxay mariyeen waa arkaysoona way caytabayeen laakiin waxaan leeyahy waalida ku xambaliyaynaya cayda weliba sii wada anigu caysani maayo waan tartamayaa waxaa wadaa nolosha reer berberaha oo berberi ku qanacsan tahay labada iyada iscaa labada iyada wada hadlayaa tartami mayno aniguna tartami maayo oo madaxweyne dooni maayo cabdillaahi oo wadani kulmiyo kaabayn manajarna madaxweyne dooni maayo muuse iyo cabdiraxmaan baanu kala wadnaa aniga maxaa igu soo celiya ma muuse wuxuu ka sheega waayey waxaan garanayaa inuu garan waayo muuse wuxuu ku sheego dabeedna aniga inu iga hadlo anigu waxaan leeyahy cabdiraxmaan baa wadaa cabdiraxmaan waa aragteen waa reer berbera waa gobolka saaxil buu ka soo jeedaa waa guddoomiyihii baarlamanka labii waa aqoonyahan labiiyo toban sannu baarlamanka soo hayay intaasoo ayuu soo taliyey taladiisa wanaag baa laga soo arkay baarlamanko diday lama arag hadduu jilicsayo cabdiraxmaan labiiyo toban sanno baarlamaanka muu hayeenoo rag baa far lahaayoo bar hore laga qaadi lahaa bar hore muuse ilmaadeerkay hadduu go-aan adag yahay iyo hadduu wanaagsan yahay ilmaadeer baanna waana tartamayaa muuse halka la leeyahay hal adag guleeyo go-aan wanaag go-aan wanaag iyo hal wanaagana waxa lagu garta waa markaad taliso muuse weli madaxweyne muu noqonin markuu madaxweyne noqdaa go-aan jilic iyo go-aan wanaag labadaasi ammaantiisay laakiin maanta maaha labaduba guryahoodii bay uxoodanayaan cabdiraxmaanna gurigiisii buu joogaa muusena gurigiisii buu joogaa labadooda go-aan adag yaa inoo sheegay qolaba kulmiyo sidaasaan leeyahy waa tartamaynaa qabyaalad ku tartami mayno xanaf la-aan baynu ku tartamaynaa dadka reer saaxila maanta waxaan ugu baaqayaa dhammaanteen sida wanaagsan ay ila soo xidhiireen iyo siday waddan ugu biirayaan iyo meel walbayna iga soo hambaliyeenayana waxaa leeyahy aad iyo aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin dhallinyarada soomaalila waxaan u wadnaa xisbi iyo musharax mabduuusu yahay inay awoodda ku ogaataa dhallinyarada soomaalilan in dhallinyarada loo iyo mustaqbal iyo nolol ka yeesho lacagtay maanta ku jiraan oo irkeedu yahay mustaqbalka dhallinyarada adduunka ay ku jiraan waxaanu idin wadnaa reer berbera musharax reer saaxila oo aaminsan gobolkan inuu yahay gobol khayraad leh oo dhallinyaradiisa iyo dadka ku nooliba ay ka manaafacadsan karaan haddii la jiheeyo oo la qorsheeyo keemihiisa dheere dheeran xisbiga kulmiye oo toddoba sannado talada soo xisbiga kulmiye ee ilmada haaska daadinayee maanta codkoodi ka doonaya toddobadaas nago aanu jirayna gobollada ugu tacadigaee duruufaha badnaa soo saaxil ma yahay saydixi wuxuu ahaa maamula madaxweyne ku-xigeen buu ahaa muuse biixiro marag buu ku ahaa toddobadaas nagoo ka dhacaya gobolka reer saaxil waxaa laga doonayaa maanta inay kala doortaan labadaa xisbi
لأنه شو تريه تطبع سنوات دخرنا وقارسية لأنه نبتيسي برنامج كي سوية هاي إيبو ورمر بناني إيه بروغة كير كليا سومالي له دليل الحزب الوطني فريم وانجريا إنه وين كروحي من حزب الحاكم مرتبة قريبا يا ما عني حزب كنا مدى كتليا ريانا وحزب كينا دليل الكرمية مجرى عوامي رايو إيه حفيسي لقوبية إيه بريا مشرحيتا قوبية إيه قوادينا تكتبينية وحي ولاني فالحبوري كحزب الكرمية إلا كتليا يينا رغتوا وامن يينا رغتوا وساسو كرسمين إنه من أبطل دورينا دور شعر حرارة يريد لله سوماني لأنقول اسمي يوم التنقول نبدي أبراري بروقة للورة تشينية هذه أدوى ما ستي بوضع ساحي Keep on going.
ميسان او دين يلتو ميسان او كميسان اناد مقعين تاريخ لكشو حولها عدو ما افتقى كن سوئلية سوئلية مبلي وحن بالله هاي او مدحتوين الفرية مدحتوين الفرية ولبا انت مدحتوين الفريسة نوين اندن هاي مدحتوين وحليه هاي ابتعد وطني لما المرين ميسان ابتعد دون ميسان إذن كاهلي تدوينة هاي دي السين أو إذن تتشواب إذن دونتا سوماها وطني وطاعت تدكيسو تشعليا هاي تدكيسو تشعليا هاي تدكيسو شقيا تدكيسو روريا هاي وهم ودنا كتونية طاعبة وهم ودنا كتونية ساحل كده الشيء وهم ودنا كتونية دونا يين ودن كيسة يدل كيسة وعقونسي صوصي لسماها عقونسي دي يينو كينا يا يا عقونسي دي كينا يا عطبا وحام يدين تنتقى يا كلمية لعد بينين كينا يا لعد تاشوا لعد تكتين واتي ايربوتكا واتي تاوحا وتي سمنكا واتي نتفشكا واتي لينكا واتي بيهين خاطا يدين لأيها إذن كالو حق لقاطة محاو ميسان كابون 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 سلام عليكم أدري ما سنتعي لما نفعل الله وحاولي أدري ما توقن والله وكلية بوضو حرافيك كيوان مينو سوما الله وحكال على السيكة باتلي إنك لو حدوشو دويني يا ما يركيني هوري عبدالله محمد حرف وعلى ديات الموسو دوينينا وفتي قبل العرن إصاف فلي دوه وقانيا إيو قدومية دي المسرحين عبد الرحمن محمد عبد الله وإلا سعودان أخيار فربنا وإصاف فلي وهو تجد صوت لي وقل أولي كله وعلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبهم إبا لبع مسؤولي دكاها ومسؤولي الدين حيي صاحب وحا كان عيي وحا شغل ربان كوان كرانيا ما لها رفضي بان دفعي ووحا نوان سان تيي سان كمير يركي سبيان مسيحو وحا دي سان تيي نوخ النقطة وطني وحا ما تيد الله نحي حتى ندير راهلو قصب كومية عدك ودريدة حق ربيع شربان لو نقريا بين سلمان الشربان لو نقريا لكي تحيشوا الكمية كسوا هلتا إستا وغلتا وديدا وحقوا عدريا يا هاي ومعضري حارانتا ومسوا باسقا لعريس تفنا وحاسوا نهاية نقران كابا ينوشي وحالد الله هاي مرة بعض لي نطيق مايو كون عشائي نوحدي وكبروه بغزي قوشي إلى البينوشتة وحالا يري لما تلو إياكو يصو مدو بك عيدا لقدك جبوغا إيانا حريصا ما تلا عركتان وحوالا يبوشي قوة عبد الحلال ليهي وحوالا حوالا إيانا حريصي وقبو ومركو سعورا يا بسم الله الرحمن الرحيم إلا هاو بيكوين بلدكي وحالا يلا هاي وكا إلا هاي ما تتروت الموجوه لي إلا هو حرارة ديني بولي قالتي دويت انا غور كاي لا ناشر وحد لا هي سلاسه المسكوين هاي اسمك كيو وا تاغرتين وا تاغرتين يا خلقها والسلام عليكم ورحمه الله اكو واسه اي ماير كان ورا عبد الله محمد عرب اللي قال واحد وصل دوين يا مجاهد كمان المجاهدين في خلق الحريه محمود ولا الله بك الملوك نور الدوله بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر طبعا مدوينهم خير سعقل يوفتك أن يحوينوه فقامين أيو أما أنتو والسلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابات
وهوية أو غير صحيح كارها إلى تلك كيستي كارها وهي وصل على صحيح وإلى النوم طوال طوال كلينا نطهر رينو وأين دماغ الأول ونحس بالوطن وأين قواتي مركا أنا أيام صوت أعطوه وهيدي ولك علي ما برد ويتين علي هلك الله ولكرنا ساري برد يا أفر ناس بي لهايلو أفر تين ناس با كلني يا كامي وهم كتر يا برد يا أفر تين ناس بي لهايلو علي شاقة ولك علي أفر تبك الماما قوستي قرواقي قوستي وهيدي مجاهد يا روانك ما دروي هاي استان كوبدر دروي كله ما دروي أفتي ناس ما قصت ما يكوبدر دروي كله هاي نو بلانا سو وطني ما واحد واحد ليل كلميانا كلميا واربتا كوشة كوشة اسمي عيلة سعطو إحنا كوربا كاغيرا لعيو كاها استوى داني كبال كيلة تضلات الله عرقتان وحيا هدمانتا كلنا وينا تلاهضان عبد الرحمن الله ملح ويني محمود ولاده وناري او ناري حلق ملح ويني النبو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكو ما سيهاي متاعد بول إني كان وحان بوشي سيقينا دوتي يقوى قبليد وحينا هاري وفتي وقامين يا مصرح عمد حويني يا حسبي وطني وحبش وليني يا مكان أحل دبان محمد فارح قبيلي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أنا إن بلدان مكوتي إن بلدان فطوري إن بلدان أنا أقول لك يا تبي الرسول سبعة سبعين يسوع ما أنت أنا هاكل يديك وعلى إنسان عنور أيا ليش وكل شيء أيو إبلان مبادري أو توري إلى لتك بحاس ما قصيت ولا ما تلاوي مو وحدنا مو تلياو وقال يقول تريد ما قعد بذري وقال يقول شوزا هاي انت انت قال اي ارتين لتين او خيرا جيرا بيتابا وعلي اي ما تواقفتين هذا اللي يمثله فرحات يا ري ريبا انت هيك كتاقن فرحات يا قاتل تبتي انبلا وقلقا يا ساكا قاتل وجبيب كوشا عيسان وعلي اي وعلي القوة بريئية استجل كقبارة هي مجرعة انا سيب قوية رسل مدري عبد الرحمن حال عبد الله وها من حال خوف مدري وعبير اقوال كل ستين سلام لربو ليشتو وكالي اقول ليشتو عبد الرحمن أنا عبد الله عمرو أقول أستاذ أنا عبد الله أقول أستاذ وعلي بن أبو ما سيح الإمام محمد فرح قبيلة وعند شو سقينا قلت يا جو جبل يا هوا تو قاتو وعند مشكلة دينا هريا كلية اللي كنا وحد شو قبيلة يا بقية قارة ديوب مستر عبد القادر بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدي أتبعنا دين سلام يا خير بربرا وحلالك يا أقول تصوت الويني يا قدوم لها لمشرح حقيقة وطن عبد الرحمن محمد عبد الله وحلالك يا تصوت الويني تصوت الويني قبل القاقي خير بربرا أنا أقول لبك قول كلمة لوقم بعد أهرنا يا أهلا سعطان با حسبة طلالة هيا كلمية مركي أو طلالة قبطي قبل القاقورة أو تارجت كبكتي ee uu aad ka weeraray waa saaxil wuxuu qaatay dhulkiisii
wuxuu baabiiyey ilihii dhaqaalaha dekedaa la bixiyey iyo madaabtaa lala wareegay. Waxaan u arkaa inay tahay arrin siyaasi ah oo curyaamin ah. Waxaa la qaatay dhammaan arrimihii bulshada oo dhan baa lala wareegay. Marka waxaan leeyahay reer saaxilow, run ahaantii markaan runta idiin sheego, anigu waxaan ka mid ahaa garabkii Jamaal Cali Xuseen ee dulmigu ku dhacay ee xaqoodii la boobay. Marka waxaanu waddani u soo gallay waxa weeye inaanu si siyaasi ah u aarsanno dhibaatadii naloo geystay iyo dulmigii dhacay. Marka maanta qura waxaynu wax ku aarsan karnaa waxa weeye waa codkaa waddani weeye. Inagu sheegaantii kulmiyana kamaynan mid ahayn. Maanta baalintii dhoweed shirkii burco ka dhacay, sheegaantu waxay ahayd baa la yidhi bariga burco iyo waqooyiga Hargeysa. Marka inagu kuma jirno sheegaanta, inagu waxaynu ku jirnaa giraanta waddani baynu ku jirnaa. Waxaynu wax ku aarsanaynaa giraanta. Maalintii uu halkaa maalintii uu Muuse Dihe halkaa yimi waa kii idin lahaa reer Barbarow tuug baa tiino kabahaad xadaan maalintaa wax ku qaata maalin qura tolliimo wax idinkumuunu tarin. Maanta inagu waxaynu nahay meeshii dantayna ay ku jirto. Siyaasadduna qabiil ma leh, siyaasaddu waa interest ka baxa qabyaaladda. Waxaynu nahay meeshii dantaynu ku jirto. Cabdiraxmaan baynu wax la qabsan karnaa isagaana reer Barbaraa codkana sii hadaan wadanahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. imigana waxaan usoo dhaweynaya cali hala taho bismillaahiraxmaanraxiim rabiil mustaciin calaa munabiyi rabiil adin kale hadal badan maayo wasku badan ayaa jooga dhagax yarunba ku tuurayaa dhagaxa yar waxaan ku tuurayaa nalaalka muuse Dihe maalintii dhallinyarada jamaacadda ka qalin jabinaysay ee jaacadda badda ka qalin jabinaysay ayaa la xasuusinayaa reer Barbara anigu waxaan ahaa hogayaa gobolka saaxiil ninkii mirkii falka ku soo dhaweeyey waan ahaa wuxuu Muuse Dihe inu ku yidhi reer Barbarow kabaha haddaan mobiladaa qaadataan maystaa baarataan hadii iyo haradii makaasaa maanta cudurka weydiisanaya soomaali maaha maadsanyahay waxaan kusoo dhawaynaynaa wanaakeennii weynaa ee heesta maxay ahayd rasmi oo dunya uu ku wareegay noo qaaday waa cabdifatax bircaawi oo inoogu celin doona maqalada ku dhigeyna. Oh, okay.
أما شاني تور شعب أمود سلالي شنطن واب عيسى إيش أخدو صور باي باي أبو ماسن أبو ماسن أخلي بان إبراي ماجي بوكان أبو ماسن تسير قروب لنا أو تاقل تيوني مكلاو حمصر وين وفتقي مرشح عمل حنيني وإسماعيل وعشير كي يوري داخلية إسماعيل يرم أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم حزب الوطني عبد الرحمن محمد عبد الله هي رقة كلام الشعب والفراغ كلام مدحنا وعن دين شيء يعني موسى هدوم الحوالي طول هي طول هاي صلى الله عروي هاي صلى الله على تولي وحي لو عروس هاي صلى الله روح للنوم وقانوية ويسيبتي ولا أهل ما يتبدع محمد أيوة هاي صلى محمد بيخي عروس بها صلى الله عليك فقلينك وعلى النوم وقانوية ساحل دي بتلقى علي فان مسعيد باشا اختي نكرا ساحلة
ماشي الله ينقذ الله إلى كلمية وانا غانا تلخن هي تلخن إسغا بابي ما انت بربرا إسغا لقي اوي دكتي اوي راسيكي اوي نوكي اوي قريه دولدو كما قلت لكم بيسوا على حراسة بقارالي في من لو البغو خقاتو إسغو إسغو مايو مايو حدوا سعين خقاتي هاي ما لي ولا روح قشان بويسيان واحد يسا ويسيان بركيسا هو خاطا هو نكتا عنده مسيو عنده واحد مسيو هو رسولان لما غير مرة خساري مايو أدونا على العق وايستا أدو العق وايستا وزيركي هرموز هو أولاد كتن
airportka saldhiga laga dhigayo ee labadaba diidaba taariikhdana way u tahay. Waxaan u jeedaa anigoo idiin danaynaya, waxaan idin leeyahay maanta waxba ku dheeraan mayno, haddaan taariikhdeeda kale waxaan ka yaabay inaad gadoodaan oo dhibaato intaa ka weyn dhacdo. hase yeeshe waxaan leeyahay haddaanu nahay wadani, waxaanu balan idiin qaadaynaa inaanu ilaha dhaqaalaha ee waddanka ugu weyn ee dekad leh ee airport leh ee kaluun leh ee sibir leh inaanu dhaqaalaha iyo horumarkeeda ka shaqeyno. waxaanu balan ku qaadaynaa sidaa loo sheegay dhulkaaba wada watay arkaysaan ee berbera ee la boobay ee laga wada gaarsiiyey gacantiinaan ku socolayna ha ka warwarina oo gidaadada waanu duminaynaa. waxaanu balan idiin ku qaadaynaa haddaanu nahay raawadani inaanu dhaqaalaha wax ka qabano, inaanu sicir bararka wax ka qabano. waad arkaysaa maanta dadkeennii sicir barar ba arkayay, abaaraayna haysta, farsamaay ku maamulaan ma laha kulli, dhaqaalihii dhulkuu galay baahidiiyo gaashadii waa badan tahay. waxaanu idin leenahay haddaanu qabsanno oo ilaahayna keeno wuu na keeni doona insha allahu yee. waxaanu ku tala jirnaa inaanu wixii ka qabanno arrimahaasoo dhan. waa arkaysaan shaqala'aanta meesha taagan, dhalinyaradeenni shaqo ma haysato, badaha isku tuurayaan. shaqooyin baanu idin abuuri doonaa, caafimaadkii berberaanu hagaajin doonaa iyo saaxil iskuuladiinaanu hagaajin doonaa. waxaanu ka shaqayn doonaa inaanu kaabayaasha dhaqaalaha oo dhan wax ka qabanno. waa ogsoo tihiin dhaqaalaha ummadda soomaaliyeed wuxuu ku dhisan yahay berbera. dekadda arkaysaan anugu waxaan ahaa ninkii keenay wasaaradii ugu badnayd ee itoobiya ka timid, ee toddobada wasiir halkaan idinku kaayay, ee isla saxeexday inaanu samayno taran halkaa ka qaada alaabta ilaa iyo durqaba, inaanu jidkaa ka dhigna highway way, inaanu layr keenno, inaanu biyo keenno, inaanu dekaddaa ballaarino. maxay ku dambaysay xaqalqalin iyo boob iyo hantiiyo badoo la boobay iyo idinkoo la idiin daray? waa usootii waxay sameeyeen, waxay ku dhaqmeen, waa usootiiyeen, laydinka warrabi maayo. laakiin waxaan leeyahay haddaanu ilaahay na keeno inaanu waddanka berbera iyo meel kasta oo somalilanda aanu dhaqaajino, waxaanu leenahay ictiraafkaan idiin keenayna annanka aqoonteeda u leh waanu keenaynaa. khibrad badan baanu leenaa haddaan wadani nahay. waxaanu leenaha walaalayaal, khayr baa idiin soo socda. wadani ha guulaysto, wadani ha guulaysto. allaahu akbar, allaahu akbar, allaahu akbar. wiisha wadani maa leh, wadani maa leh. aamiin mahadnaq. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. aad buu mahadsan yahay wasiirkii hore khaarijigu. iminkana waxaan ku soo dhawaynayaa musharaxa madaxweyne, itaana ku soo dhawayn musharaxa musharaxa intaana ku soo dhawayn waxaan doonayaa inaan kalmad siiyo sultaanka guud ee somalilan, sultaan maxamed cabdiqaadir. kusoo dhawo. bismillaahi raxmaan raxiim. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. wadani ha guulaysto, ha guulaysto. waxaana doonayaa badaluur, waxaan kasacsanayaa hadalkayga hortay dadku aasaabtuna hadday qabaayil ku shaqayso kheyr ma yeelato, aadaabta waxa looga baahan yahay inay mabda ku shaqeeyaan. waxaan lahooyay qof walba mabdiciisa inuu cabaysto, laakiin reerheeheena sora madlay tagsantaa. waxaan leeyahay siyaasadda qabiil ma gasho fikraddaas inay cidda wadata insha allah waynu ka guulaysan doona. waxaan leeyahay maanta waa kaba dhamaysii arrinka ololaha aynu ku jirno wuxuu muujinaya awoodda dadku ay leeyihiin inay xidmigu leeyahay. marka haddii meelaha cidan ku qabanayso ka soo baxa baan leeyahay wakaalaha istiinka halayna arkay haddii kaloo cid ka maqabasho habaa tix gelinayso xiji kale dowlaan dhibaatada iyo naga daayo. taasi waxaan leeyahay dadku lixdankii iyo waxay ahaayeen dad bislaaday liisma weydiin reer hebel maatay iyo reer hebel la galo maatay kuun baa la qaatay diira iyo wadane ee wax lagu dhaqay
دكتور هديك بودان هيجي بنسيه وإلى حقيبة تابتان إما أنتم معلوم الله غير غير يوه إما يوسك عبد الفنا وهي يوجي كنينة سيدي عيوك قادم هاي كرسيا يتحتوية إذن يجعل واحد بيجي في دوشة بكا إدولها بكا إتسيا بكتبع أنوان الله بيجي وعيد الله هاي عقلي ايدي وكما مشر ولك عشر تدك البكوة وهي أمين أيام الوقت وعن كتب فوري هاي الدنيا كما لنا وما يتشير الزان ولي يدو تشير دوتا الله راتي الله كيف نهم راتي ملجا الله قادتي حجي ومدين لهجر لسه ونحن نقول لها صوت وانت تركت لما تحوينا ان كسر صائرنا عيون بك موتا قبلها قلت لولا كاريرك واحد يجوان ان كان مبارنية وكاريرك دكي ولا قيب سنية كاريرك ان الى شبك وطاقي لما عطير الساكار ناس لكن هذا كارك يجيزون ابساس ايب ومهدا وطاقه وأنا أقول لك أنا 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 أقول أما أنت وأنا تدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول ما سيع السودان كقود إني قالوا حد سود ويني إنها مصرحة كنا اسم الوطن عبد الرحمن محمد عبد بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ربنا أنا وراته. هاي أنا وراته. بسم الله الرحمن الرحيم وحالي دي بوست الله ويا قمان دين سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قوة بساحل هي مقالة البربرة وحالي وقال ما حدنا قينا إسو صوبها آيات كوب العالم قيمة هوين لي تعب كبداني قاي شغل بقداني قشي أدي يا أدم ديك ما هذا قينا هدي ما هي ريا كعبد ما هذا قيا لكن هاي لي وما سنتي وما سنتي وما سنتي صاح الواقف وكيجي بربرينا وما قال ذي دي وما قال ذي أكيد قال يدك سجاه وسط ما كان سياسة الصوت قالينا وواقف وكيانس كشبه صرحينا وقولا لكن في الساحل حلقة ما هم غيا إلى أنا ها مصرح يا عطك هو بلاستي سين هو عطك صاحي هي بالبريبا وغير كل ذا نور الشيء أربعة سوق من وحي كل فيان إلى أن بالبر حقه إذا قرطه سيارة هذا المكان صاحل ومجال حيبات وعاصمة قناصية الصومالي لها ومجال هذا المداوين مجال الميتينة وأنت بربر وحيان قضم بحان كواهي وحيان كواهي تكيدة وحيان كواهي مضاك وهي أقوعي والشدو وهي أقوعي هامو وهي هاي بقال هذا أقول إيه بيها قصبت لك عبارة هاي متنبه كلمة وتوفو سبيل
waxay ahayd xarunta ilaha dhaqaalaha Soomaaliland. Maanta intii way hudeen oo ma shaqaynayaan, warshadii ma shaqaynayaan, madaarkii ma shaqaynayo, dekedii sideedu u shaqayn mayso. Haarii waa ka waraysaa dulkii berbera. Maanta golaha deegaanka ma bixiyo, xagee laga bixiyaa dhulkii berbera? Madaxtooyada oo bayalka waxa ma bixiyo, wuu iska fadhiyaa, lan maayo meesha. Waxaa la yimi ilaa 50 kilomitr waa la bixiyey dhinac kasta magaalada marka laga eego. Dhulkii loogu talagalay inuu kayd u noqdo dekedda iyo haamaha iyo madaarka, intiiba waa la bixiyey. Intaasi waxa la yimi waa sharci darro. Go-aanka xisbiga wadani horaan idinku sheega, go-aanka xisbiga wadani waxa weeye hantida ummadda ee aan ku bixin sifa sharci ah, durbaa loo eegayaa, gacantayaa lagu sameeyaa. Walaalayaal, maanta adeegyada berbera waxay la kulmayeen magaalada waa laba arrin. Arrinta koowaad waxa weeye ee berberuhu kari weyday waa leyrka. Meelaha kulkulow ummaddu kuma noolaan karto haddaan leyr jaban haynin. Anigu magaalada maa ku koray, weli inteedii bay la egtahay. 1960 waxaa laga yaabaa berberiyo Hargeysa waxa weyneen berbera, berberiyo Burcana waxa weyneen berbera, berberiyo Booramay waxa weyneen berbera. Maantana waxay noqotay berberi magaalo yar oo magaalooyinkii taa kadib la dhistay ama ka yar. Shacabigu ma awoodaan inay leyrka iska bixiyaan, xagaagiina kuway ku noolaadaan. Maanta aniga waxaana lagu laasoo dhastoo dadku cadceeda ka tagnaan karaan oo kale. Haddana waxaynu maraynaa bishii 10-aad dhammaadkeeda. Magaaladu si ay u magaalowdo laba waxbay u baahan tahay, mid waa leyr, midna waa biyo. Biyaha berigoona way ka haqab lahayd, laakiin maanta way ooman tahay berbera. Waa markii ugu horreysay ee booyada loo maamiyo magaalada berbera. Si ay u magaalowdo waxay u baahan yihiin in labadaaba loo hagaajiyo si ay u noqoto magaalo dadku ku soo dhiirado oo degaan. Haddii kale waxay noqonaysaa guri cas laga guuray. Siyaasadda xisbiga wadani waxa weeye in magaaladu shacabigu helo leyr jaban oo xukuumaddu mas-uul ka noqoto oo la kabo ayaa shacabigu si u dego oo ugu noolaado berbera. Insha allahu leyrka dabaysha iyo cadceedaba waanu adeegsan doonaa. Waxaanu magaalada ku siyaasadda iyadu tahay in laga siiyo leyr si dadku u dego iyo biyo ku filan in loo soo saaro. Kuwii tukiga iyo kuwa kalaba la isku daro hadduaa. Ilaa caafimaadka berberiho laga yaabo inay ahayd magaalada ugu horreeyay dhaqtar loo sameeyo xilligii Ingiriiska. Waxaana loo sheegay in adeegyada caafimaadku markaan xoogaa la sameeyey inay yihiin meesha ugu hooseysa wadanka berberi caafimaadka, oo dadka bukaanjiifka qaarkood ay caamo u dhinteen oo dawlaan ay hayso. Waana magaaladii ugu dhaqaalaha badnayd Jamhuuriyadda Soomaaliland. Insha allahu berbera waxay mudan tahay waxyaabaha badan ee dhaqaalaha ay dalku soo kordhiso marka la eego in caafimaadkeeda degdeg wax looga qabto. Xukuumadda wadani ee aan u marsan tahay 12 casho caafimaadka berbera wax badan bay ka bedelaysaa, dhaqtarka way bedelaysaa, caafimaadkeeda way hagaajinaysaa. Waxbarashada aad baa looga deegay. Anigu berigaan dugsi hoose ku jiray fasal waliba mara waxaa lagu lahaa leyrka wuu shaqaynaya, iyadoo ka dambeysay 4 sano ama 10 sano. Ilaahay leynahay waa ayaa daro oo aan mara waxaad lahayn fasalladu. Waxaanu kalaas kasta ku khasbaynaa inuu yeesho mara waxaad mustaqbalkani ac sida loo samayn doonaa.
سنوات أنا ما هو قرأت سنوات كبيرة إذا ما صور شكتها له وإلا حمر ما صور شكتها له ودي كنت لنست أيوه ووشيت لنست أيوه ومدارك لنست أيوه وإنت أصور في مكة السعودان تطبيل الله أصدقائي أنه كتارا معي وحكا دعمه إلا يا أخوة يسوك وهم نصولوا لنا نمار إليه نقالها يدوم الكريلها ومدار في كتشلون ودي كنت كتشلتون ووشيت يسيروا في كتشلتون الله أكبر تولاك أنا جعلت في الأمور بلتها دي رأيك دي نمار بريدو إلا يلقوا مرحيس الوزارة إثيوبيا ومكلمة عن الاسيدي بريدو إلا وقفق عن دكت عالمية إن شاء الله دكت عالمية وكم لقى إلا وقفق عن دكت نمار قبلها قارهان إثيوبيا وده إسكتا يتريمه لكيرين بريدو إلا الله أكبر مالقشي إسبيها مالقشي يقول سويدو وينينا لكن هذا هو المكان الذي يجعل هذا المكان 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 سوف نقول لك ان هذا هو الشيء الذي يجعل 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 هذا هو oo tay iyo motor waxa ka warqab tani gurigeeyga la weeraray waxa ka warqab taa isoo soo bixay ugu dambeeyay in afar tan baabuur kay ka badan la burburiyay hargeysa dumay waxa ka warqab taa magaalada roog la yiraahdo sideed habloon ta kulmi ku jiray oo wadan yahay maanta soo baxay oo ka dhacay buuraya hargeysa qaar baa midii la galiyay intaas oo calan ba laga goostay xisbiyada iyo xafiisyada wadani ma rabno inaan fuliyo kala noqdo yeyo rabna waan dhulo ka taarmaya ee inuu nabadda ka shaqeeyo dadkan keenu waa nabad waa nabad waa nabad waa tulqaad waa tulqaad waa tulqaad waa idii diyaar garoobay inaan ka hadayno oxeynu ku kala baxayna oxeynu ku kala baxayna laakiin hadii sheegaya waxa yaabaha dhacay in cabsi gelin maaya waaro cabsi gelin maaya waaro cabsi gelin maaya oo ka kaano tuweyna dal ka kaano tuweyna isuna aan ilaalinayna waxaan hubnaa aan ku kasto nahay inaanu doorashada helayno قومي هذا هو صوتي قال لي انا جيت واو انا عند ترتمو عايز ترتمو عايز ترتمو شفت الحلال عايز ترتمو شفت الحلال عايز ترتمو شفت الحلال عايز ترتمو سوغا لا انا نو ترتمو سوغا لا انا نو ترتمو ادو هو ليه ويهي يا دور الشدينة ويهي يا وعين كوال الله ويهي يا فعاشينة وانا يا لسعودة بك الله أولا الشعب يا الله طلو دور الشدينة اللود يا قلولو إن شاء الله شعري دور الحلس لو كنين ميسو إذن يا عبسين قلين ميسو إذن يا بقلين قلين ميسو توشي أسماء توشي أسماء بدلو بدلو
ويبي يدلوني بدلوني.